السلام عليكم. اليوم بنجرب ثلاثة منتجات جنزر. عندنا جنزر الفيليه، وعندنا جنزر أجنحة الدجاج، عندنا جنزر هذا جنزر الربيان، شكلها كريسبي يا أخوان. وهذه جنزر الفيليه، وهذه جنزر أجنحة الدجاج. الحين بنقليها. اللي عنده هذه القلاية أخوان ترى تفيده كثير، واللي عنده القلاية الهوائية الله. شكل النهاية أخوان كيف ترتيب قسم الصوصات. عندنا الخس وعندنا الصوصات هنا. هنا وصلنا لاخر اخر المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان، وان شاء الله نفيدكم بكل جديد.